الآن أعزائي المشاهدين مع الأخبار الرياضية، حيث استدعى المنتخب الوطني اللاعب باسم فتحي للحضور اليوم إلى الاتحاد رغم وضع قدمه في الجبس، وذلك لإخضاعه لفحص طبي للكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها، وحسم الفريق الطبي والفريق الإداري عدم مشاركة باسم فتحي مع المنتخب، وذلك لسوء وضع قدمه من ناحية طبية. وأيضا تولى عبد الله ذيب إشارة القيادة للمنتخب الوطني. قدم رئيس نادي شباب الحسين المحترفين الليبيين محمد المغربي ومحمود بحير إضافة إلى إعلان التعاقد مع اللاعب يحيى جمعة، وقدم القصاص نبذة عن اللاعبين، كما كشف عن عزم شباب الحسين التعاقد مع محترف ليبي ثالث يلعب في مركز الهجوم ويتمتع بمستوى متميز. من جهته تحدث المدرب القديم الجديد رائد عساف خلال المؤتمر عن سعادته بالعودة إلى تدريب شباب الحسين، مؤكدا أنه عاقد العزم على تحقيق نتائج متميزة في المرحلة المقبلة. اختتم المنتخب الوطني للشابات بكرة القدم المعسكر التدريبي للمنتخب في فيتنام اليوم استعدادا لمواجهة نظيره منتخب تايلاند عند الساعة 2 من بعد ظهر اليوم الأحد المقبل، وذلك في افتتاح منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكرة الشابات التي تستضيفها فيتنام خلال الفترة ما بين الأول والعاشر من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. يذكر أن منتخب الشابات سيخوض منافسات الدور الأول من التصفيات الآسيوية من خلال المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تايلاند، أوزبكستان وإيران، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات فيتنام والهند والصين تايبي وماينمار. خاطب اتحاد كرة اليد أمس نادي الحسين حيث أبلغه بأبرز التعليمات التي يتعامل معها الاتحاد في حال استمرار فريق الحسين بتعليق مشاركاته في البطولات المحلية والتي تشير إلى شطب نتائجه والغرامات المالية التي ستلحق به. قال نائب سمو رئيسة الاتحاد خالد الداود عقب جلسة المكتب التنفيذي التي عقدت أمس أن نادي الحسين يعتبر من الأندية المهمة والبارزة في الرياضة الأردنية نظرا لتاريخه الطويل والمشرف ليس على مستوى لعبة كرة اليد بل في معظم الألعاب التي يمارسها النادي، وأن اتحاد كرة اليد يتمنى من النادي العودة عن قرار تعليق مشاركاته في بطولات كرة اليد ومن ثم الدخول في حوار مع الاتحاد لحل المشكلة. وكان نادي الحسين قرر تعليق مشاركاته في كافة البطولات المحلية بعد قرار الاتحاد إيقاف 3 من لاعبي فريق الشباب وتغريم النادي مبالغ مالية. شهدت نزالات النهائية لبطولة المملكة للرجال الملاكمة التي اختتمت أمس في قاعة الأرينا بمدينة الحسين للشباب منافسة ساخنة بين الأبطال بغية الفوز بذهبية الأوزان، كما كشفت المنافسات عن وجوه جديدة هي المستقبل الحقيقي للعبة حيث امتازوا بالإمكانيات الفنية والقدرات البدنية العالية. البطولة أشرف على تنظيمها اتحاد اللعبة وشهدت مشاركة واسعة من ملاكمين يمثلون مختلف الأندية ومراكز، إضافة إلى مشاركة ملاكمين من الأمن العام والدرك. أكدت مديرة سباق نصف ماراثون آيلا البحر الأحمر لينا الكرد أن عملية التسجيل للمشاركة في السباق مستمرة لغاية مساء اليوم الخميس وذلك في الأماكن المعلن عنها. وأضافت الكرد أن الأيام الأخيرة شهدت إقبالا واسعا من مختلف الأعمار، وبينت أن إدارة الماراثون تراهن على وعي المواطن الأردني في دعم النشاطات الإنسانية والاستفادة من المشاركة في سباق رياضي يقام في أجواء مثالية. وكانت اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون آيلا البحر الأحمر الدولي اطمأنت على آخر التحضيرات والترتيبات لإقامة الحدث الذي يحظى بمشاركة واسعة. طب خلاص انسى الموضوع.
عربيا، أعلن البرازيلي زيكو استقالته رسميا من تدريب منتخب العراق لكرة القدم لعدم احترام الاتحاد العراقي شروط العقد الذي يربط بينهما. قال زيكو: بعثت برسالة إلى الاتحادين الدولي والعراقي لكرة القدم أعلن فيهما اعتبار عقدي لاغيا بسبب عدم احترام الاتحاد العراقي لشروط العقد الذي يربط بيننا، وسأكشف المزيد من التفاصيل لاحقا. وتأتي استقالة زيكو في خضم مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم في البرازيل مع المنتخب العراقي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط. وفي الأخبار العالمية، أجرت صحيفة آس الإسبانية استطلاعا للرأي أظهر اعتقاد 68% من المستطلعين بأن مدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينيو سيغادر النادي الملكي في الصيف المقبل. وترى هذه النسبة من بين 55 ألف شخص تم استطلاع آرائهم أن مورينيو لن يستمر مع النادي الملكي، خاصة وأنه يبتعد بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، ويواجه مورينيو السبت المقبل تحديا قويا بملاقاة أتلتيكو مدريد ثاني الترتيب في الليغا. وعند الغريم التقليدي، برشلونة شكلت عودة المهاجم الإسباني دافيد فيا دفعة قوية لفريقه في مباريات كأس الملك. الفريق الكتالوني وبعد تلقيه الهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق فيغيرا أمطر شباك خصمه ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف لهدف. افتتح المدافع أدريانو التسجيل في الدقيقة 35. في الشوط الثاني سجل دافيد فيا هدفي فريقه في الدقيقة 56 و58. ومن كرة القدم إلى كرة السلة، حيث سجل النجم الكبير كارميلو أنتوني 29 نقطة ليقود فريقه نيويورك للفوز على مضيفه ميلواكي ب 100 نقطتين مقابل 88 نقطة من الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA. فبعد سيطرة أصحاب الأرض على الربع الأول من المباراة، نجح الضيوف بفضل تألق كارميلو أنتوني الذي سجل وحده 29 نقطة وثمان مرتدات في غضون نصف ساعة في المواجهة، لينتهي اللقاء بفوز نيويورك ب 100 نقطتين. Udo in a hurry. Got Udo right at Wallace and he put it in at a tough angle and knocked it in off the glass. Copeland, who was during the preseason, was very. إلى هنا انتهت أخبار الرياضة، عودة الآن إلى لنا.